ينضم إلينا من بيروت وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار. أهلا بك سيادة الوزير على شاشة الغد. في البداية نريد أن نفهم وتشرح لنا ما الذي حدث بمقر الوزارة صباح اليوم، وماذا عن حجم الخسائر التي لحقت بمقر الوزارة؟ أهلا وسهلا. عدد ضئيل من الشباب توجهوا إلى الطابق السابع بالوزارة وقاموا بأعمال شغب وإزالة فرس الرئيس، وكانوا بحالة هيجان عالي. بالنسبة للتقرير اللي حضرتك عم تحكوا عنه، إنه هن جايين يطالبوا بالنسبة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة والجمعيات، هن لا يمتون إلى جمعيات وليس لهم صلة بالجمعيات، ولبنان في جمعيات موجودة واتحادات، وأنا تنسيق يومي ودقيقة دقيقة معهم وأنا بجانبهم، وأنا من يتجول في كل بيروت عن كل المسؤولين للحصول على مسؤولين على حقوق هؤلاء الناس الأكثر ضعفا والأكثر هشاشة، ونحن كوزارة شؤون نعمل ليل نهار. طيب سيادة الوزير، في المقابل كيف تعاملتم مع الموقف؟ حاولت أن أدخل وأتواصل معهم بالروية وأن أتحدث إليهم. هذه ليست ثورة، هذه فوضى. عندما نود أن نقوم بثورة علينا أن نتحاور وعلينا أن نتواصل بالعقل وبالحجة وبالرأي والرأي المقابل. بعدها ما كان الجو يسمح للحوار، فانسحبت من الجلسة وطلبت إلى الإعلام أنه يدخل إلى مكتبي، وطلبت من الإعلاميين أنه يطرحوا علي كل الأسئلة، وبالوقائع جاوبت عليها بالحجة وبالمنطق، وأنا مستعد في أي لحظة أن أقوم بمؤتمر صحفي ثاني وأوضح بالحجة وبالمنطق ومع اتحاد الجمعيات في لبنان، كل الجمعيات في لبنان التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة والمدمنين والأطفال وكبار السن، أن أتواصل وأن أعبر عن ما نقوم به خلال هذه الفترة اللي هي 70 يوم من الوزارة. بشكل عام، يعني في ظل تردي الوضع المعيشي في لبنان اليوم، يعني خطط الوزارة المستقبلية لمساعدة وإنقاذ المواطن؟ نحن من اليوم الأول نواكب الخطط ونبني خطط وندعم ونتابع، وعملية البطاقة التمويلية أشرفت على النهاية، وأنا أدور الزوايا بالمشاكل السياسية في لبنان لتبصر النور البطاقة ويبصر النور العمل. بالنسبة لذوي الحاجات، بالنسبة للأكثر فقرا، بدأنا برفع عدد المستفيدين من 36 ألف إلى 75 ألف، وبدأنا بالدفع من أيلول بالدولار، وهذا عمل قمنا فيه بالتشارك والتعاضد مع المنظمة العالمية، مع البرنامج العالمي للتغذية. أما بالنسبة للرسالة، فالرسالة واضحة ونعلم من أين أتى، واليوم لن أتكلم عن الرسالة. الرسالة أتت من مكان ما وأنا فهمتها وسنتحدث عنها لاحقا. نعم، طب هل من رسائل توجه الآن من قبل حضراتكم إلى المواطن اللبناني في هذه المرحلة؟ الرسالة اللي بدي وجهها للمواطنين، بدكم تنتبهوا، عم بيحيدوكم وعم بيجربوا يحولوا نظركم عن الإصلاح الحقيقي، وعم بيحولوا نظركم عن العمل الدؤوب تستفيدوا. هذه محاولة أعرف من أين أتت وأعرف مين خلفها وأعرف على من أضغط ومن هو المسؤول عنها. أقول للبنانيين تابعوا تصاريحنا، تابعوا العمل الدؤوب اللي عم نعمله، وستحصلون على حقوقكم، وأنا أعمل ليل نهار من أجلكم، وأنا مع الإصلاح، وأنا مع الوضع، مع دعم الوضع الاقتصادي الاجتماعي صحي لبنان، وأنا المسؤول عن هذا الموضوع وأتابع ليل نهار قضيتكم. وانتبهوا كثير على موضوع أنه يبعتوكم باتجاه آخر اللي هو ضد مصلحتكم وضد العمل المطلوب. أنا منذ اليوم الأول تابعت كل المستخدمين في الوزارة، تابعت كل الإدارات في الوزارة، صار لهم سنين ما عم يقبضوا، وأتابع في كل الدوائر شخصيا، وبدأوا المستخدمين والموظفين وكل الفريق العمل في الوزارة
يتقاضى أجور بعد انقطاع سنة أو سنتين. وعملت هذا بجهد كبير من خلال كل المؤسسات ومتابعة شخصيا المؤسسة. وأنا مسؤول عما أقول. وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت.